السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة زهرة الصحراء. اليوم سنقدم لكم تقلية المغربية بطريقة مختلفة، لعيتي من اللحم أو السمك ولا الدجاج، فلما لا أتجربي التقلية بطريقتي الخاصة. نتمنى أنك تتابعي الفيديو من الأول حتى الأخير، وراك تجي عاقدة كيف ما شفتو، مرقة خاطرة. نتمنى تجربوها، ولا عجبتكم هذه الوصفة ما تنسوش تدعموا القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس، ونخليكم مع طريقة التحضير. لتحضير التقلية كنحتاج الكرشة بعد ما غسلتها بالماء الطيب والملح والخل، عندنا الكبدة، عندنا القلب، هذه الرية كلهم غسلتهم قطرتهم حطيتهم هنايا، عندي نص كأس تاع الزيت، معلقة كبيرة تاع الطماط المعجون، هنا خمسة البصلات، إلا بغيتو المرقة تكون شوية عاقدة كثروا البصلة، بغيتها تكون خفيفة ديروا ثلاثة، ومن بعد غنشلضهم. عندنا جوج تاع المطيشات، عندنا القزبر، هذا القزبر اليابس كيعطي بنه مزيانه، معلقه صغيره، معلقه صغيره تاع السكنجبير، معلقه تاع الفلفله الحمراء الحلوه، عندنا القزبر المعدنوس جوج معالق كبار، عندنا معلقه صغيره من الهريسه، الحامض المصير او الحامض العادي اذا كان، هنايا عندنا شويه تاع البزار نص معلقه، معلقه كبيره ديال الخرقوم، معلقه تاع معلقه صغيره تاع الكمون، الملح على حسب الذوق. دابا غنبدا على بركة الله غنقطع البصلة نشلطها ونكمل معكم طريقة التحضير. ثلاث فصوص من الثوم. دابا بعد ما قطعت البصلة كيف ما شفتو، غادي ناخدو الزيت هو الأولى نحطها في الطنجرة تاعتنا. بسم الله، نضيفو البصلة، دابا انا غنضيف المكونات كلها مع بعضها. غنضيف اول شيء نفسو اللي هي الاولى، من بعد غنحقق منها كرشة، نضيف عليها كرشة، من بعد نضيف الكبدة، هذه الطريقة راه كتجي ساهلة وكطيب بحال طيبة على الجمر، كتجي لذيذة مزيان وشاربة، راه شاربة المرقة ديالتها معاقدة. ومن بعد نقلبها هو حتى هو قطعتو، دابا غادي نضيف التومة، نضيف الطماطم اللي قطعتها حتى هي مربع صغار، عندنا كأس من الماء، كأس من الماء هو اللي غادي نطيب فيه التقلية نتاعتنا. غادي نكب العطرية كلها في هذا الصحن، من بعد غادي نذوبها بداك الماء اللي قلت لكم غطيب فيه العطرية نتاعتنا، نحلوها بالماء، نضيفو الملح، منساوش الملح، نضيف الهريسة حتى هي، قزبر ومقدونس، نقصو منه شوية خليه حتى اللخر تزيين، نحركو هاد الشي كله، هو العطرية كتولي بحال الشرميلة ديال الحوت إلا كيف ما شفتو. هادي هي اللي غادي نكبوها فوق التقلية ديالتنا، وغير نسمعوها بدات كطبخ نقصو عليها النار خلوها مهيلة طيب كأنها في شي طاجين، كتجي لذيذة ورائعة. هادي حتى اللخر عاد نضيفها صلصة طماط. كيف ما شفتو هاد الكاس تاع الماء مع هاد اللي خلطنا بيه هاد العطرية كافي باش طيب لينا، غير هو نخليوها على نار مهيلة لأن البصلة كتطلق الماء واللحم. هادشي كلشي راه غادي ينزل لتحت لان الطماطم حتى هي كذوب كتطلق لينا الماء، كلشي هادشي كينزل لينا على التقليه. ما شاء الله باقي ما طابت طالعه ريحه العطريه تشهي. والزيتون راه غادي نضيفو حتى الاخر، ما غاديش نحطو دابا،
ما ذكرتوش لكم، ولكن حتى الاخر عاد نضيف الزيتون مع زيت الزيتون والصلصه ديال الطماطم. البنات خليتها طيب على نار متوسطه، دابا نوريكم الشكل ديالها. شوفوا كاس من الماء، كاس من الماء اللي ضفنا ليها، شوفوا شحال فلقت لينا ما شاء الله. دابا غنضيف صلصه الطماط مع القزبر المقطوس اللي احتفظت فيهم، نزيد لهم كاس الا ربع من زيت الزيتون. نضيفوا الزيتون على حسب بغيتوا، ابيض احمر اللي نتوما كتبغيو تضيفوه. دابا نحركوا صلصه الطماطم مع القزبر المعدنوس اللي زدناهم الزيتون وزيت الزيتون. ولا بغيتو تزيدوا شويه الهريسه ممكن تزيدوها. انا عندي شويه العطريه تاع الصحراء اللي هي عباره عن بصل وفلفل مطحون وبعض المواد اليابسه كيطحنوهم، كيعطيو واحد اللذه التقليه، كيضيفوا لها واحد اللذه مزيان. دابا نحرك الكل ونخليها تنشف واحد 10 دقائق، نشف لينا من الماء ومن بعد نقدم لكم الشكل النهائي. مشى اخواتي، ها هي الشكل النهائي ديالها، لان خليتها حتى تشربت لينا داك الماء اللي بقى لينا شويه بعد ما ضفت ليها كاس الا ربع تاع زيت الزيتون. واللي ما عمره ما كانت قليه او ما كيحبهاش يجرب هذه الطريقه وان شاء الله غتعجبو. ودائما كنقول لكم جربوا وحطموا، وانا غنقدمها في صحن التقديم. بسم الله ما شاء الله على رائحه تبارك الرحمن، نقدم لكم هذه التقليه بالصحه والهنا. وجربوها ان شاء الله تعجبكم الطريقه ديالتي. الا عجبتكم ما تنسوش تدعموا القناه بالاشتراك وتفعيل الجرس. نزينوها بواحد شويه تاع الحامض معمر بالهريسه، شرائح الليمون الحامض. ما تنسوش البنات تابونيو، شاركوا، بارطاجيو. كنشكركم كثير على المشاهده.